وما زلنا معكم مشاهدينا نتابع على الهواء مباشرة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى تركيا بعد وصوله إلى القصر الرئاسي في أنقرة وإجراء مراسم الاستقبال الرسمية له. معي عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد، يعني هذه الزيارة لها خصوصية كبيرة توصف في الأوساط الإعلامية التركية بأنها زيارة تاريخية. إلى أي مدى يأتي الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى كخطوة جادة لتطوير العلاقات ومراجعة كافة جوانب العلاقات الثنائية المصرية التركية؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وفعلا زي ما حضرتك بتقولي، كل الصحف التركية النهاردة أشادت بعودة العلاقات المصرية التركية بعد العزلة الثمينة، أكثر من 10 سنوات نحن في عزلة بين تركيا والدولة المصرية، ولكن يعني بدأ هذه العزلة تذوب لما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان في 20 نوفمبر 2022 في حفل افتتاح كأس العالم في قطر، والمجتمع الدولي أشاد بهذه الصورة وأشاد بهذه الاحتفالية. فأنا أعتقد أن هناك يعني نقدر نقول تخطيط مرسوم من تركيا بعودة هذه العلاقات، لأن أنا أعتقد تركيا في حال الصدمات الموجودة حاليا في الاتحاد الأوروبي أعتقد أن هي تحتاج كثير إلى الدولة المصرية وإلى القيادة المصرية. بالفعل زي ما حضرتك قلتي، يأتي الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى. أعتقد أن هذا المجلس وبرئاسة الرئيسين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس أردوغان، أعتقد أن هذا الاجتماع يأتي للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، أعتقد كافة المجالات، المجالات الاقتصادية، التعاون الاقتصادي بين البلدين. يعني قرأنا أن في الصحف التركية أن هناك أكثر من أو في حدود 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا. أعتقد أن احنا في ظروف أيضا المجتمع الدولي والشرق الأوسط والمنطقة عموما تمر بصدمات، يعني سواء إذا كان لتركيا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير عدم وصول الغاز المسال إلى تركيا، أعتقد أن ده شيء كبير جدا جدا بالنسبة للصناعة في تركيا. أعتقد أن ده حاجة يعني نقطة من نقاط الضعف اللي بتدور عليها تركيا مع الدولة المصرية. حضرتك تعلمي تماما ان احنا عندنا اكبر مصنع لتسييل الغاز اللي بيجي موجود في الشرق الاوسط، فهناك اتفاقيه لتصدير الغاز المسال الى تركيا من ضمن هذه العشرين اتفاقيه. اعتقد ان ايضا في هذا المجلس هيكون هناك تبادل للرؤى إذا القضايا الاقليميه والدوليه، خاصه ان هناك رؤى مشتركه بين الجانب التركي والقياده المصريه في الحرب على غزه، يعني كلاهما يعني هناك مبادئ راسخة للجانب التركي والجانب المصري، عدم التهجير القسري، وصول المساعدات الإنسانية. حضرتك كمان ما ننساش أن كانت هناك مساعدات إنسانية من الجانب التركي كانت بتيجي لمصر عن طريق معبر رفح، وكانت بتصدر من مصر عن طريق معبر رفح لما كان هذا المعبر يعني في تفعيل وكان فيه بيدخلوا المساعدات الإنسانية. فهناك رؤى مشتركة من حيث القضايا السياسية، خاصة أيضا حضرتك من الجانب الآخر لو هنبص أيضا من الجانب الليبي، هناك يعني توافق في الرؤى بين الجانب المصري والتركي أن لابد أن يكون هناك استقرار في ليبيا، لأن الاستقرار في ليبيا هو الذي يأتي به الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن الجانب التركي يسعى مع الجانب المصري أن يكون هناك دستور، أن يعني يكون هناك يعني كيان ورئيس لدولة ليبيا بحيث أن هو يمارس نشاطاته في المجتمع الدولي. أعتقد أيضا أن هيكون هناك ملف القضية السودانية وكيفية تهدئة النزاع الموجود في السودان بين قوات الدعم السوداني والجيش السوداني. وما تنسيش حضرتك والسادة المشاهدين أن كانت تركيا من ضمن الحضور اللي كان في مؤتمر يوم 21 أكتوبر قمة القمم اللي عقد في العاصمة الإدارية لمناقشة أو وضع هدنة للي بيحصل في قطاع غزة. يبقى إذن هناك رؤى واستراتيجيات مشتركة بين البلدين. أعتقد أن هذه الرؤى والاستراتيجيات تذيب هذه العزلة الثمينة
التي كانت بين تركيا وبين مصر، فكلاهما يعني يحتاج، يعني تركيا تحتاج الى مصر ومصر فعلا تحتاج الى تركيا. هناك ايضا اتفاقيات في بالنسبه للعسكريه، بالنسبه للتدريبات العسكريه المشتركه. هذه المصالح المشتركه دكتور سعيد، هذه المصالح المشتركه والاحتياج المتبادل ينطبق على الصعيد الاقتصادي والسياسي، يعني كما تفضلت، بما ان المواقف متطابقه فيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، تحدثنا عن قطاع غزة، تحدثنا أيضا عن قضايا أخرى عربية، لكن فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، في رأيك فيما تفيد مصر تركيا وبالتالي تركيا مصر في الجوانب الاقتصادية بالنظر إلى المذكرات محل التوقيع المرتقب خلال هذه الزيارة، والتي تشتمل على مجالات عدة مثل الدفاع والصحة والتصنيع الدوائي أيضا؟ شوف حضرتك، احنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني على طول بيعلمنا لما بيسافر لاي دوله بيكون المسوق الاول للدوله المصريه. نعم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيذهب الى اي دوله، الى تركيا، الى اي دوله من الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، الصين حتى، بنلاقيه بيسوق للبنى التحتيه الموجوده عندنا في مصر. حجم التبادل التجاري بيننا وبين دوله بين وبين تركيا وصل ل 6.6 مليار دولار بالنسبه لمصر وتركيا في عام 2023. اعتقد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضمن ال 20 اتفاقيه لتعزيز العلاقات التجاريه هناك اتفاقيات كثيره جدا من النواحي الاقتصاديه. الصادرات المصريه احنا بنصدر ايه لتركيا؟ وبالتالي هنعزز من هذه الصادرات، بنصدر الوقود، الزيوت المعدنيه، اللدائن. مصر اولى الدول، يعني الدول في المنطقه اللي بتصدر اللدائن لصناعه الكمبيوتر وصناعه الحواسب الاليه للمنطقه كلها، فانا اعتقد ان ده هيزيد من تصدير. ايضا هناك مشاريع ايضا في الطاقه المتجدده، واحنا يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا نعد ثالث دوله على مستوى العالم من حيث جذب المستثمر في الاستثمار في الطاقه المتجدده. ايضا الطاقه النوويه وايضا الاسمده والحديد والصلب، فاعتقد ان من مثل هذه الاتفاقيات سوف تعزز من زياده هذه الصادرات، لان الصادرات بتاعتنا لتركيا هي حوالي 10 مليار دولار، واعتقد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجهاته ان تزيد هذه النسبه الى 15 مليار دولار. اعتقد هذه النسبه سوف تزيد من خلال هذه الاتفاقيات، ولا ننسى ايضا تصدير الغاز المسال من المصنع الموجود لدينا في دمياط والموجود في منطقه الشرق الاوسط، الطاقه المتجدده وانتاج الهيدروجين الاخضر والميثانول الاخضر، كل ده بيعزز من العلاقات التجاريه بيننا وبين تركيا. وما ننساش برضو امن وامان الشرق المتوسط، ان يكون هناك امن وامان من حيث اشكرك دكتور سعيد الزغبي، ويعني وضحت الصوره بشكل كبير فيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين. أشكرك دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس.